موزايكا فام الإذاعة الأولى في تونس. السبب المباشر والمعلن في ملف الشهيد البراهمي اللي اخذوا به أنصار الشريعة قرار في اغتيال شكري، ما نعرف عليه حتى شيء، ما نعرف عليه حتى شيء. ومنذ 2012 الملف هذا ما صارش فيه حتى حاجة. ما هي الأجال تم تقديم أو التقدم، لاحظوا فيها تقدم؟ التقدم احنا حصلنا عليه من 6 مارس 2019، وقت اللي محكمة التعقيب قالت جملة المطالب اللي أثرتها هيئة الدفاع والمآخذ اللي وجهتها لحاكم التحقيق صحيحة، ولا بد من إعادة النظر في الملف وإعادة البحث فيه من جديد، وتقدمنا خطوات.